بس كده خلاص. هسك هسك عليه. ها متأخريش. تقلقش يا حبيبي. الله يخليك. تقلقش. انا رايح معاك. فكت كعب على طول. كعب 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 غزال. عايز امشي. عايز خليك. هي جايه على طول دلوقتي. دي وحشه. لا انا لا 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 دي بتحبك. راحت تجيب الروشته. تجيبها منين؟ من عند الدكتور. الدكتور؟ اه. اصل الدكتور ده اخر وحش. ليه عملنا ايه بس؟ اصل انا عيان. عندك ايه؟ قول لي وانا اسمعك. اتفضل. عندي مرض ان انا باكل اللحمه نيه. لحمه؟ اه. إيه انت من اكل لحوم البشر؟ لا ربنا سبحانه وتعالى بقى خلقني كده، ما باكلش اي حاجه مستويه، باكل كل حاجه نيه. ربنا يكون في عونك. حتى الدكتور اللي كنت عنده من شويه بيكشف عليا اكلت ودنه. يا ساتر يا رب يا ساتر. اه. ايه ايه اهدى اهدى حبيبي اهدى اهدى. عايز اتعالج مش عارف. اهدى يا ابني. باكل حتى السمك باكله نيه. سمك المكرونه ولا البلطي؟ اي حاجه اي حاجه باكلها نيه والله. ربنا يقويك يا حبيبي. خصوصا حضرتك الحاجات الصوابع، يعني بحب المحشي، حتى المحشي باكله ني. انت بتحب المحشي؟ باكله ني. الكرنب ولا القرنبيط؟ اي حاجه بس المهم باكلها نية. ربنا يكون معاك يا حبيبي. ربنا يخليك. خصوصا لما ببقى جوع مش عايز اقول لك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي. بحب الصوابع قوي اللي هي الكفته المبطرخه ديت. المبطرخه. اه. وانت منهم؟ لا يا بندم. امال ايه؟ ايديني ايديني. ربنا معاك. ابوس ايدك. ادعيني. ابوس ايدك. ابوس ايدك يا ابني. ابعد عني. الله يخليك. الله يخليك. بقول لك الله يخليك. الحقوني الحقوني يا البشر. الحقوني 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 الحقوني. الله لا يسيبك بقى. لا 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 يا عم الحاج والنبي سيب. يا اي خرافات ابو المدرسه. تعال جهرني يا شعار. انت مش فاهمني. تعالى لي هنا. استنى استنى استنى. تعالى لي ده انا هشرب من مصارينا. تعالى لي. خلاص خلاص خلاص. مين يا واد اللي باع لك السجاير؟ هو ده اللي باع لي السجاير. يا لهوي. انا ما فيش سجاير يا ابني. عيب يا عم الحاج لما تكذب. يا ابني لما تكذب. انت بتكذب. انت بتكذب. مش عيب عليك. انت راجل كبير. ابني الواد ده طول ركبتك. تبيع له سجاير؟ ايه بتقول سجاير؟ انت بتسقيني؟ بتسقي واحدة ست؟ يا لهوي بتسقي واحدة ست؟ بتسقي واحدة ست؟ فين يا ابو اشرف؟ ابو اشرف؟ فين؟ الراجل ده؟ اه تعالى لي هنا بقى. ابو اشرف جالك. ماشي يا ست. ابو اشرف ام اشرف. انا مال انا؟ انا ابو اشرف يا اخويا. انا مال يا ست؟ بتبيع للواد علبة سجاير ليه؟ باع له علبة سجاير مكان ازاي؟ يا ابني ما تجيب سجاير يا ابني. هو ده اللي باع. يا ابني ما تجيب سجاير. ايوه لما تبقى راجل كبير كده وعلبة سجاير رموزة لعيل صغير ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ده لو بعتله سجاير انا يا حبيبي. ليه؟ لما بعتله سجاير انا. ابني ما يكذبش يا راجل. ما تخليناش اتجنن عليه. ايوه ما انا ابني كلام سجاير. ايه ده ايه ده؟ بيمد ايده عليا وانت واقف يا ابو اشرف. معلش يا ابني. هاتوا لي عيلتي. يا لهوي. ليه وانا مش عامل عينك ولا ايه؟ ده بيزو يعني يا عم يا عم ابو اشرف. قول لها ابو اشرف. ابو اشرف ما تتكلميش. هتجيب العيله من البلد. انا ممكن اتكلم. يا ست المالك. بس اهدي بالك يا ابو اشرف. بتبيع لي الواد علبه سجاير. بس طب ما تزقنيش. ايوه ما نزلتش ايدك. ما تزقنيش. اهو اهو اهو. اوريكوا كده بقى. تنفع ابو اشرف كده يا ابو اشرف؟ ايه يا عم ابو اشرف؟ ايه يا عم ابو اشرف؟ طلعت وطلعت. قول انا بعمل فيك ايه يا ابو اشرف؟ هتسكتي؟ اهو مد ايده عليا. هتسكتي؟ مد ايدك عليك يا عمي. اه لما تبقى يا عم ابو اشرف. اه كبير. اه ما بيقدرش يعمل سجاير لعيل صغير يا عم. ما يكذب يا عم. ما يكذبش. لا انا ابني ما بيكذبش. ابني ما بيكذبش. يا ابني انا بعتك سجاير يا ابني. هو ده اللي بالي سجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ علي ولا ما تخافش. علي حبيبي كله تمام. علبة سجاير بعد اهو يا عم. انا علبة سجاير. راجل كبير وكده. خد يا راجل. مراد في المكان. حلو قوي وشكله ايه منور كده. شريح وبرح. يا سلام. في سلامتك تكييف من هنا يا واد. ده حلال. يا سلام على
هو ده؟ ايه يا ابني ده هو ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه يا عم ده؟ انت يا عم قوم يا عم قوم. ايه يا عم انت بالراجل ايه يا عم؟ قومي قومي. ايه يا عم احنا قاعدين في بيت الحكومة. احنا قاعدين في الشارع بتاع ربنا. يا عم بس قومي يا عم يلا. فهمني يا عم فهمني. تعالى يا بس تعالى قول. ما تقعد جنبنا يا عم ده هنا الدنيا تروى قوي. يا عم محل قتل عيش قوم. افهمك يا عم محل قتل عيش. يا عم عندي ضيق نفس يا عم تموت يا عم هتدخل في داهية يا عم قوم. يا عم اديني فرصة. يا عم انت بتحاسبنا على شوية الهوا اللي قاعدين في الشارع. يلا يا ماما انت بتدور واصف لنا نقط في الحتة دي. طب سيبنا نريح شوية. يا ست يا عم يلا يا عم يا عم قوم يا خرابي كرش في الحتة في رجل الراجل. يا عم يلا روح في بيت قوم. يا عم خلاص بقى يا عم احنا يلا يلا يا ست يلا يا عم يا عم خلص افهمك يا عم خلص اتصرف معاها انت وانا عايش شوية يا عم قوم انت تراوح واخد بالك قوم يا ست خلاص يلا يا عم خلاص. انت بتزقنا كده ليه؟ يلا يا ست احنا قاعدين في الشارع بتاع الحكومة. تعالى يا ست حته تراوح جميلة. تعالى يلا كله مسيب كده يلا يا عم الوديش. يلا يا عم يلا يا عم قول في داهية. ايه يا عم الحاج ليه يا عم الحاج احنا ناقصينك انت كمان احنا ناقصينك. تمشي باي؟ عايز ايه طيب؟ اه ماشي. هات فلوس يا ابني. مالا معرفش اصل ما معديين بنتكلم عادي لقيتها مش عادي عملت مع بابا بس باشا انا فاهم بس خلاص طيب خلاص ماشي خلاص اتجننك. اللي ايه دي؟ ايه؟ ايه؟ فهمت ايه بقى؟ بتقول انها من اسكندريه و اه بنت اسكندريه فلوس اتسرقت عايزه تروح يا باشا ما نديتها فلوس ما انت 20 جنيه اهو في اباها اباها عايزه ايه تاني طيب انت عايزه؟ دول طلبه طلبه اباها 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 حاسب طيب خدي خدي يلا خدي يلا خدي يلا خدي يلا خد يا ام خد يا ام خد يا ام عايز ايه يا ولاد اوعى تضرب انت اوعى شيخ اوعى يا ولاد ايه سامع ايه 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 مسكينه انا بقول مسكينه انت عايز تحكي كرسيين يعني في الباص علشان محدش يتحرش بيه معاك حد معاك حد كلهم هيسيبوا اللي في القطر يتحرشوا بالخرصه معاش حد معاش عشان تحب يعني تروح تعمل حمام يبقى في واسعه تعرف تخرج كده يعني ما انت خدتي الفلوس كلها خلاص يا حبيبتي خدي خدي خلاص لا لا خلاص انسيك انسيك ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ انت ولا بتستعبدي؟ ايه؟ ايه؟ ايه وزيف؟ فهمني انت هبلة انت ولا ايه؟ فهمني ادعى عليها ادعى خلاص ادعى عليها معلش يعني الناس اديكوا فلوس جاية تضربوهم معلش يا ابني 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 معلش أباها طب فكت 200 يا فردون عشرات ولا خمسات ايه العشرات ولا خمسات انت انا لولا الايام المفترقه لف نفسك بقى لم بلدك ثانيه لا شك منك كفايه يا بعيد تضربني بالسيف والنبي والنبي وحياه امي لا اجيب لك اخويا اخوك ايه اخوك ده مين اخوك ده مين اللي حطيت ايدك في ايده انت فرهدتني يرضيك اللي بيعمله فيا ما ينفعش بس في عملت فيك ايه عملت فيا ايه مبهدلني في الشوارع قدام الناس ما ينفعش اللي عملتيه اللي عملته كفايه ما اتجوزي كنت عندك عيلين عيلين اتجوزها ثلاث مرات وانا الرابع انت الرابع وانا الرابع وانا الرابع بقول لك ايه بقول لك ايه شلتني بعيالي كلامك انت وهي شلتني بعيالي ايه يا ست عيالي اللي هو يا عم ايه يا عم انت ومراتك ايه يا عم دينا انا في ايه امي امي لو وريك في ايه يا ست انت كمان في ايه يا ست ايه يا عم انت بتحلف في الاساسه ما كنت بتدي
الفجر بتاع العم بحاربني من كل حاجه. انا بحرمك ايه؟ انت بتتحامى فيهم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك امي لا اوعى يا عم تضحك عليا. ما عندكش شباب ولا مش عارف مشاكل. ما عندكش اخت ولا ام. انت ايه؟ انت ايه؟ انا متخافه من صنف الرجاله. امي لا اوريك كلكم اللي امي غير امي اللي بتتعبكم بتحاموا على السن. بتحاموا عشان راجل زيكم؟ عشان راجل؟ ها؟ اوعى. انت يا عسلية. ماجد تعالى ماجد كده ماجد. انت يا عسلية. هات امي عشان بس خاطر الواد. ها؟ بتديك عليا ليه؟ احنا بنخش. تعالى انت بص انت عينيك ملونه زي دي. صح؟ يرضيك انا العينين الملونه دي تتضرب؟ انت بتاعت سبوتات ياض انا واقف. ما تتحرش. ايه؟ بكلمك بجد. انت بتعطيش على اسمه ده بيعطي ده ملونه خلاص الجوازه رافعه في البيت يا عم انا واقف مع مراتي اهو لكن بغير عليها انت انت ازاي تعمل كده ايه اللي في الراجل تعبتوني دماغي تعبتوني دماغي وحياه امي لربيكم هربيكم يا كنس رجاله ما